الرحمن الرحيم، حصة الرياضيات وطلبة الصف الرابع. اليوم إن شاء الله يا رابع رح نستكمل حل أسئلة اختبار الوحدة صفحة 31. نبدأ في السؤال رقم 10، ورتب الأعداد الكسرية الآتية من الأكبر إلى الأصغر. طبعا عشان أرتب الأعداد الكسرية زي ما حكينا في البداية، أنا بطلع على الأعداد الصحيحة. عندي 4 3 3، أكبر رقم فيهم 4، فهذا هو العدد الكسري الأكبر، طبعا لأنه العدد الصحيح هو أكبر شيء. إذن مرة ثانية يا رابع، حكينا بما أنه المطلوب مني أني أرتب من الأكبر إلى الأصغر، أول شيء أنا بطلع على الأعداد الصحيحة. طلعنا على الأعداد الصحيحة 4 3 3، أكبر شيء 4، فهذا يعتبر العدد الكسري الأكبر. الآن بدي أقارن بين العددين الكسريين 3 و10 و3 و5، بدي أشوف مين الأكبر. لاحظ إنه الأعداد الصحيحة متساوية، فبطلع على الكسور. نلاحظ أيضا أن الكسور متساوية في البسط، وإحنا حكينا يا رابع إنه القاعدة إذا تساوى الكسران في البسط فإن المقام الأصغر هو الأكبر. إذا بنطلع على المقام، مين أصغر، 10 ولا 5؟ الجواب 5، إذا هذا العدد الكسري هو الأكبر. إذا هنا الرقم 2، وآخر واحد هون 3 و10 بكون هو أصغر عدد كسري. السؤال رقم 11، أرتب الكسور الآتية من الأصغر إلى الأكبر. طبعا هذا السؤال بيشبه اللي كنا نعمله، اللي عملناه في الدائرة رقم 8. طبعا عشان أرتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر، بلاحظ أنه أنا عندي مشكلة. المشكلة أنه في عندي كسرين متساويين في البسط، ولكن في عندي الكسر الثالث مختلف عنهم. في هاي الحالة الأفضل يا رابع أنه نعمل زي ما عملنا بالدائرة الثامنة، يعني نعمل توحيد مقامات. أفضل لي وأسهل لي أني أعمل توحيد مقامات. شو يعني توحيد مقامات؟ أني أخلي هذه الكسور مقاماتها متساوية. كيف رح نخلي المقامات متساوية؟ بنطلع على أكبر مقام 12، فباجي بسأل الستة، ممكن الستة تصير 12؟ نحكي نعم، في عدد بضربه أنا في الستة بصير 12، وبنركز أنه اللي بضربه في المقام لازم أضربه أنا في البسط. الآن مين الرقم اللي بضربه في الستة بعطيني 12؟ الجواب 2، فبنضرب البسط والمقام في 2. الآن نيجي للمقام 2، مين الرقم اللي بضربه في 2 بعطيني 12؟ الجواب 6، فبنضرب البسط والمقام بالعدد 6. الآن رح أرجع أعيد كتابة الكسور هون بعد توحيد المقامات. بتصير الكسر الأول ما غيرنا عليه شيء، فبنزله كما هو، هي 3 على 12. الكسر الثاني نحكي 2 ضرب 1 يساوي 2، 6 ضرب 2 يساوي 12. إذا صار الكسر 2 على 12، هو كسر مكافئ للكسر 1 على 6. آخر كسر 6 ضرب 1 يساوي 6، 6 ضرب 2 يساوي 12. الآن صار الموضوع كثير سهل. ليش؟ لأنه المقامات متساوية. الآن بدنا أصغر شيء، مين أصغر إشي، 6 ولا 2 ولا 3؟ 2، إذا هذا أصغر كسر. بعدين 3، هاي رقم 2، وأكبر كسر هو 6 على 12، هذا بكون رقم 3. هيك بنكون رتبنا الكسور من الأصغر إلى الأكبر. سؤال 12 و13، مطلوب مني أكتب كسرين مكافئين لكل مما يأتي. طبعا الكسور المكافئة كيف احنا حكينا بنوجدها؟ يا بالضرب يا بالقسمة. الآن بما انه هدول العددين من مضاعفات العدد 1، يعني عندي 2 و5 من مضاعفات 1، فلما يكون بس من مضاعفات 1 اسهل اني اضرب، فبختار اي رقم، نختار 2. نحكي 2 ضرب 2 يساوي 4، 5 ضرب 2 يساوي 10، هذا كسر مكافئ. بدنا كمان كسر، ناخذ 2 على 5 مرة ثانية. أول مرة ضربناها في 2، هلأ بنضربها في 3، فبنحكي 2 ضرب 3 يساوي 6، 5 ضرب 3 يساوي 15. إذن الكسر المكافئ الثاني هو 6 على 15. بنيجي ل 24 و36، بما أنه البسط والمقام أعداد كبيرة، إذن بقدر أختصرهم اختصار، يعني أكتبهم بأبسط صورة. الآن
والعشرين والستة وثلاثين من مضاعفات الستة. فبنيجي منقسم هاي على ستة ومنقسم هاي على ستة، فبصير 24 تقسيم ستة يساوي 4، لأنه 4 ضرب ستة يساوي 24. 36 تقسيم ستة يساوي ستة، لأنه ستة ضرب ستة يساوي 36. الآن بأخذ الأربعة على ستة هاي اللي طلعت معي وبرجع أكتبها بأبسط صورة. طبعاً الأربعة والستة أعداد زوجية، وحكيت لكم إذا كان البسط عدد زوجي والمقام عدد زوجي فهذان العددين بكونوا من مضاعفات العدد اثنان، فمنقسم البسط والمقام على اثنين. أربعة تقسيم اثنين اثنين، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، إذا صار عندي اثنان على ثلاث، وهذا كسر مكتوب بأبسط صورة لأنه البسط والمقام عددين متتاليين. إذا الجواب أربعة على ستة واثنين على ثلاث. سؤال 14 تمثيل بالنماذج ما بدي. ننتقل إلى سؤال 15، أجد ناتج ما يلي. طبعا عملية جمع، بما أنه المقامات موحدة لأنه حكينا الشرط في الجمع أو الطرح أنها تكون المقامات موحدة، أول شغلة بعملها بما أنه المقامات متشابهة بنزل المقام كما هو. الآن بنحكي 2 زائد 1 3، 3 زائد 1 يساوي 4، إذا يصبح الناتج 4 على 5. رقم 16 بنفس الطريقة، المقامات متشابهة فبنزل المقام كما هو 9. هلا بحكي 8 ناقص 5 يساوي 3، فيصبح الناتج 3 على 9. السؤال رقم 17، ما الكسر الذي يساوي 3 على 4؟ طبعا بدنا كسر يساوي 3 على 4. بنيجي لأول خيار، عندي الخيار الأول 4 على 5، طبعا هذا الكسر مكتوب بأبسط صورة فما بقدر أغيره لأنه البسط والمقام عددين متتاليين، فمستحيل يكون الجواب ألف. منيجي لباء، عندي العدد 9 والعدد 16، العدد 9 والعدد 16 يا رابع عددين من مضاعفات الواحد، 9 من مضاعفات الثلاث و16 من مضاعفات الأربعة، وإحنا بنعرف إنه ما بصير أستخدم بالبسط والمقام عددين مختلفين، فلازم الرقم اللي بدي أستخدمه في المقام أستخدمه في البسط، فالتسعة و16 من مضاعفات الواحد بما إنهم من مضاعفات الواحد إذا هذا الكسر مكتوب بأبسط صورة. منيجي للكسر 6 على 8، منحكي 6 والثمانية من مضاعفات أي عدد؟ 6 والثمانية من مضاعفات العدد 2، فمنيجي منقسم هون على 2 ومنقسم هون على 2. 6 تقسيم 2 يساوي 3، 8 تقسيم 2 يساوي 4، إذا كم هذا الكسر لما بسطناه كم طلع الجواب؟ 3 على 4، نفس المطلوب عندي في السؤال، إذا الإجابة الصحيحة هي ج. طبعا آخر شيء 4 على 3، 4 على 3 لا تساوي 3 على 4 لأنه 3 على 4 كسر فعلي بسطه أقل من مقامه، بينما 4 على 3 هذا كسر غير فعلي بسطه أكبر من مقامه، فهذان الكسران غير متساويان. سؤال 18، اشترى أحمد طبقا من البيتزا وأكل نصف الطبق، وأكلت هدى سدس الطبق، وأكلت رنا سدسي الطبق، فكم بقي من الطبق؟ طبعا السؤال شو بحكي له؟ كم بقي؟ الآن شو بدي أعمل؟ اللي بدي أعمله بدي أشوف قديش أكلوا هم. أول في البداية عشان أعرف كم بقي لازم أعرف كم أكلوا هم. الآن شوف بتلاحظ أحمد أكل النص واحد على اثنين، هدى أكلت السدس زائد واحد على ستة، ورنا أكلت سدسين يعني 2 على 6. بدي أطلع الجواب، لكن أنا في عندي مشكلة، لازم لما بدي أجمع تكون المقامات متشابهة، هون عندي 6 وهون عندي 6 بس هون عندي 2. الآن بحكي في رقم بضربه في 2 بيعطيني 6، بدي أعمل توحيد مقامات، في رقم بنضربه في 2 بيعطيني 6، الجواب نعم 3، فبنيجي بنضرب البسط والمقام بالعدد 3، فبصير عندي 3 ضرب 1 يساوي 3 و3 ضرب 2 يساوي 6، إذا صار عندي 3 على 6 و1 على 6 و2 على 6. هلا بقدر أجمعهم، 3 زائد 1 4، 4 زائد 2 يساوي 6، المقامات متشابهة ينزل المقام كما هو.
احنا شو حكينا يا رابع؟ حكينا اذا كان البسط والمقام عددين متساويين فالقيمة تساوي واحد، وهم اكلوا طبق واحد، اذا هل بقي شيء؟ كلهم اكلوا كل الطبق، اذا الاجابة لم يبقى شيء. السؤال رقم 19، ما العدد الكسري الذي يمثل الجزء المضلل؟ بما انه هذا الشكل مضلل بالكامل فمنعبر عنه بعدد صحيح اللي هو مقداره واحد. الان بنيجي للشكل الثاني، البسط يمثل الاجزاء المضللة 1 2 3 4 5 6، نكتب هون 6. المقام جميع الاجزاء المضللة والغير مضللة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. الآن بدي أدور على الجواب، 1 و6 على 18. لما بدي أطلع على الجواب ما بلاقي 6 على 18، إذن بحكي أكيد اختصروه، أكيد صار في عندنا اختصار. فباجي بسأل الستة والثمنتاش من مضاعفات أي عدد؟ نلاحظ إنه العدد 6 والعدد 18 من مضاعفات العدد 6، فمنيجي منقسم البسط على 6 ومنقسم المقام على 6. الآن الواحد بينزل، 6 تقسيم 6 يساوي 1، 18 تقسيم 6 يساوي 3، إذن الناتج 1 وثلث. وين الواحد والثلث؟ هيها جيم، إذن نضع دائرة على جيم. الآن بننتقل للسؤال رقم 20. السؤال رقم 20 بحكي لك ما الكسران المتكافئان من الكسور الآتي؟ طبعا عشان أعرف لازم أنا أكتب الكسور. هذا الكسر بسطه ومقامه، البسط هي الأجزاء المضللة 1 2 3 4 5 6، المقام جميع الأجزاء بدنا نعدهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8، 6 على 8. نيجي هون البسط هي الأجزاء المضللة 1 2 3، المقام جميع الأجزاء 4، عندي هون 1 2، البسط الأجزاء المضللة المقام جميع الأجزاء 4، الآن 1 2 البسط، 1 2 البسط الأجزاء المضللة المقام جميع الأجزاء 3. نلاحظ ما في أشياء متشابهة، فشو بعمل؟ بدنا نختصرهم، يعني نكتبهم بأبسط صورة. 2 على 3 هاي مستحيل تنكتب بأبسط صورة، لأنه 2 و3 عددين متتاليين، فأصلاً هو مكتوب بأبسط صورة. منيجي على 6 و8، منحكي 6 و8 من مضاعفات 2، منقسم على 2، منقسم على 2، ما يساوي 6 تقسيم 2 3، 8 تقسيم 2 4. لاحظوا الجواب اللي طلع معي 3 على 4، والجواب اللي هون ايش هو؟ 3 على 4. اذا مين هم الكسرين المتكافئين؟ 1 و2، اذا الاجابة الف. اخر سؤال معنا لليوم بحكي لك انفقت ليلى 2 على 6 مما تملك لشراء قميص، و3 اسداس مما تملك لشراء حذاء، ما الكسر الذي يمثل ما انفقته؟ عشان اعرف كم انفقت لازم نجمعهم، نحكي 2 على 6 زائد 3 على 6، المقامات متشابهة، مننزل المقام كما هو اللي هو 6. هلا نجمع البسط، 2 زائد 3 يساوي 5، إذا أنفقت 5 أسداس المبلغ الذي تملكه. هيك بنكون أنهينا أسئلة اختبار الوحدة، يعطيكم العافية يا رابع.